يد على العينين وخلي يديني على الركبتين واريح لمده 30 ثانيه. هذا اول ما ابدا علشان اريح العين من التوتر 30 ثانيه. بعد ما اسوي 30 ثانيه ابدا اسوي تمارين عضلات العين. تمارين عضلات العين مثل ما تذكرون قبل شوية عضلات الرقبة. أول تمرين أطالع فوق ونزل تحت وراسي ثابت 10 مرات فوق تحت فوق تحت 10 مرات. التمرين الثاني أطالع بالعين على اليمين، أحط يديني مثلا كذا أطالع مرة على اليمين مرة على اليسار من غير ما ألتفت من غير ما راسي يلتفت 10 مرات. ما هو ما يحتاج بسرعة، بشكل بطيء علشان إني أخلي العضلة وطالع الفترة، يعني أطالع يدي فترة بعدين أطالع يمين واخذ فترة. التمرين الثاني أخلي حلقة العين تسوي حلقة كاملة، يعني أحاول أني أطالع دائرة كاملة كذا بالعينين 10 مرات يمين 10 مرات يسار. تبقى عضلة البؤبؤ كيف أمرنها؟ أخلي هدف قدامي على بعد من 3 إلى 5 أمتار، يعني مثلا الجدار، وأحط يدي صبعي على بعد 30 سنتي. مرة أطالع الصبع الإبهام ومرة أطالع الجدار، أطالع الشكثر لما أحصل على التركيز الكامل. أركز على الجدار، ركزت عليه كنت أشوفه واضح خلاص، بعدين أحول على الأصبع وأطالع أركز عليه كامل. هذه تخلي عضلات البؤبؤ تفتح وتسكر ويصير فيها نوع من التمرين. هذه تمارين مهمة حق اللي عنده آلام، اللي يسمونها آلام الشد العيني، اللي يسبب لك صداع خصوصا الصداع الخلفي من بسبب الآلام العين. لو سويت التمارين هذه ترتاح إن شاء الله.